نتكلم نمرة 8 على الأمعاء تحت المجهر، دور الميكروبيوم، دور ميكروبيوم الأمعاء في الإصابة بمرض السكري. داخل الميكروبيوم في كل حاجة، حي احنا اتكلمنا عليه باستفاضة كبيرة جدا، وهنا فيه جزئية كبيرة بتتكلم على تأثير الميكروبيوم ودوره في الإصابة بمرض السكري. نحاول نقرأ المقالة كلها. كما سبق مناقشته، يبدو ان العديد من العوامل اللي اصبحت اكثر انتشارا في العقود الاخيره اللي بتساهم في زياده حاله الاصابه بمرض السكري من النوع الاول، بيعتقد المؤلفون انه تعديل الميكروبيوم هو اليه رئيسيه من خلالها بتمارس العديد من العوامل البيئيه، بما في ذلك الرضاعه الطبيعيه وطريقه الولاده والنظام الغذائي في مرحله الطفوله. كل حاجه بتاثر على الميكروبيوم وبتعدله، سواء كان بتبوظه او بتصلحه، واستخدام المضادات الحيوية ونقص التعرض للميكروبات تأثيرها على خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الأول. بيتكون ميكروبيوم الأمعاء من حوالي 100 تريليون بكتيريا، بتنتمي لحوالي 1000 نوع مختلف، وبتعيش في الجهاز الهضمي. وقد ثبت أن الاضطراب في توازن مجتمع الميكروبات المعوية يوصف عموما باسم خلل التوازن الجرثومي، بيرتبط بخطر الاصابه بامراض مختلفه، بما في ذلك اضطرابات المناعه الذاتيه والاورام الخبيثه والالتهابات الجهازيه. وقد تم التعرف على المحاكاه الجزيئيه كواحده من الاليات الرئيسيه لتؤدي لتطور مرض السكري من النوع الاول. وقد اقترح ان الميكروبات المسببه لمرض السكري في الامعاء بتشترك في تشابه التسلسل مع نقيضات الخلايا بيتا. من خلال هذه الآلية يمكن أن يؤدي الإفراط في تمثيل هذه الميكروبات في مجموعات الأمعاء إلى تحفيز أو تسريع التهابات الجزيرات، وهو السمة المرضية الفسيولوجية للمرض والجزيرات اللي هي بتاعت بيتا يعني. وقد تم وصف تشوهات مماثلة في الميكروبيوم في أمراض المناعة الذاتية الأخرى زي الذئبة الحمامية الجهازية مقارنة بالضوابط الصحية. وفي هنا بيتكلم على فيمي سيكوتس باكتيرويدز، لوحظت نسبة أقل منه في هذه الحالة، ويقدر الأشارة لأنه على النقيض من مرض السكري من النوع الأول، الذي يتميز بشكل أساسي بتنشيط الخلايا التائية، حيث تمثل الأجسام المضادة علامة على المناعة الذاتية فقط في الذئبة الحمامية الجهازية، أن دور الخلايا البائية والأجسام المضادة الذاتية أمر بالغ الأهمية لتعزيز تلف الأنسجة، وهذا يدل على تعقيد الآليات التي يتداخل بها الخلل التوازن مع الجهاز المناعي، ومعظمها لم يتم توضيحه بالكامل. في الحقيقة إنه هنا بيقول إنه في تجربة عشوائية خاضعة للتحكم الوهمي، يعني بيستخدم فيها بلاسيبو، والتي جندت أطفال مصابين بمرض السكري من النوع الأول التي تتناول البريبيوتكس لمستويات اعلى بشكل ملحوظ من البيبتيد سي وتحسين نفاذيه الامعاء بعد 3 اشهر مقارنه بمجموعه الدواء الوهمي. ومع ذلك لم تظهر هذه الدراسه تحسنا في التحكم في نسبه السكر في الدم في مجموعه البريبايوتكس، والذي قد يكون نتيجه لحجم العينه الصغيره ووقت التدخل القصير. وتقدر الاشاره لانه على الرغم من البيانات الناشئه اللي تدعم دور الميكروبيوم في التسبب في مرض السكر المناعي الذاتي، يجب على الدراسات المستقبليه اثبات وجود ارتباط سببي، حيث يصعب اثبات ما اذا كان خلل التوازن المعوي بسبب مرض السكري من النوع الاول والعكس. الحقيقه انه يعني هنا موضوع غريب، وبيقول ان احد المجالات الواعده للبحث في المستقبل ما اذا كان الميكروبيوم ممكن ان يعمل كعلامه خطر او علامه للتنبؤ بخطر الاصابه بمرض السكري من النوع الاول في الافراد المهيئين وراثيا، او حتى كعلامه على التحكم في نسبه السكر في الدم وخطر حدوث مضاعفات لدى مرضى السكري من النوع الاول. واظهر ديفيس ريتشاردسون واخرون ان التغيرات في الميكروبيوم المعوي بتصبح واضحه قبل حوالي 8 اشهر من التحول المصلي لدى الاطفال المعرضين لخطر الاصابه بمرض السكري المناعي الذاتي. ولو وجد تحديد كانت بكتيريا البكتيرويدز دوراي والبكتيرويدز فولجاتس اعلى بشكل ملحوظ في الحالات مقارنه بالتحول المصلي المستقبلي. فعاليه التكلفه والاثار السريريه لهذه الطريقه الواعده للغايه للفحص المرض السكري من النوع الاول بشكل عام. على الرغم من ان التغيرات التصنيفيه والوظيفيه في الميكروبيوم المعوي قد تم اثباتها جيدا لدى الاشخاص المصابين بمرض السكري من النوع الاول، لان الفائده السريريه لهذه الملاحظات بالاضافه لقدرتها على العمل كاهداف علاجيه ما زالت قيد التحقيق. يبقى اذا خلل الميكروبيوم الامعاء ممكن يكون له دور في الاصابه بمرض السكري،
وقد يكون في المستقبل يتعالج بالبريبيوتكس او البروبيوتك، وده هيبقى الحقيقة يعني انقلاب في العلم ان انا اخد بريبيوتك او بروبيوتك عشان اعالج مرض السكري او امنعه. ما زالت الدراسات قيد التحقيق. نتكلم عن الاستنتاجات المرة الجاية. مع السلامة.